إلى موضوع آخر، بعد أن عرفت عدة محطات الوقود ندرة حادة للبنزين في الأيام القليلة الماضية، قررت مؤسسة نفطال اتخاذ تدابير جديدة للحد من تكرار ملف مثل هذه السيناريوهات مستقبلا. أكثر تفاصيل مع أحمد بوطافة. بعد أزمة الوقود التي شهدتها عدة محطات للبنزين على المستوى الوطني، قمنا بجولة لعدد منها بالعاصمة لنقف عن مدى استمرار هذه الندرة، ولكن لاحظنا أن هناك وفرة في المادة لا تستدعي تخويف المواطنين. كان حتى انكريس خويا العزيز البرودوي عندنا والحمد لله كاين كلش هنا، المازوت السيبر السومبلون كاين كلش هنا اخو. هنا نورمالمون رامي ديفيد كل يوم. كل يوم رامي ديفيد هنا. تسمى انا با نخدموا نورمالمون. لكن وعلى عكس هذا، عبر عدد من الوافدين للعاصمة من الولايات المجاورة عن نقص مادة الوقود، ما شكل هاجزا كبيرا لمستعملي الطريق. ما كانش لا مازوت لا والو. جيت من البورت. وصلت في الطريق مازوت. ما كانش، كان لا مازوت لا والو. حتى تاع لوطورود شويه ما كانش فيها. البارح انا راني نحوس. وين تلقى لاشين؟ لوطور خارج لوطور، خارج لوطور. قالوا لي تاع لا مونطال هنا، راني جيت لهنا شارجيت. ولتفادي تكرار سيناريوهات مشابهة في السنوات القادمة، قررت مؤسسة نفطال اتخاذ تدابير احترازية لتحسين الخدمة للزبائن. عندنا برنامج كبير ضخم في الديفلوبمون، في التنمية نتاع الوحدة نتاعنا. عندنا برامج نتاع بناء أنابيب جديدة، عندنا توسيع نتاع مراكز تخزين. عندنا 50 مركز تخزين عبر الوطن. هو مسلسل بات يؤرق المواطنين تزامنا وحلول فصل الشتاء، على أمل أن تنجح هذه المخططات في القضاء على أزمة الوقود مستقبلاً.